ايه البيتوي ده، بحيث ان هو يحاول يعمل الموضوع. انا تاني مره، انا مش شركه، انا بديفند الاوبينيون بتاع الشركه، احنا الدسكشن مع الشركه على طول بنتكلم معاهم على نفس الايشو ده، انه احنا يعني محتاجين اساليب ثانيه لحل المشكله. هم لسه بادئين السنه اللي فاتت، يعني هم لسه بادئين، ربنا معاهم. بس انا الجزء بتاعي خلص الحمد لله، انا ماسترز. طيب بعد كده في مانجمنت اتاك، حاجه زي اللي انت اتكلمت عليها، والاودت لوجينج اللي انا اتكلمت عليه، وفي حل من الحل ده اللي هو obfuscation of data on the public. يعني ايه obfuscation؟ ايوه يعني انا ما ببعتش الداتا الحقيقيه بتاعت الشركه دي، ما بعتهاش على احاول اعمل فيها شغل. يعني عشان لما تتاكد لا مش دي كده. future work development of platforming tools. نديفلوب بقى النتوي نفسه، ويبقى عندنا تولز نعمل بيها ثريد بوندنج، يعني اقدر بيها ان انا استدي سيستم واوتوماتيك يطلع حاجات. احنا كنا غالبا مفيش تولز كانت بتعمل كده، ولا بوندنج ولا داتا فلو ولا كنت بترفع على كلاود كونفيجن بيج. بعد كده فورمال ديسكربشن اوف ثريد ماتريكس، انه زي ما انتم شايفين ان كل ثريد من دول ليه بارامترز كتير جدا. ازاي كل ثريد اقدر اعبر عن اكسبريشنز فيري بريسايز belonging to some data structure، اعملها analysis بعد كده وتبقى intelligent enough ان هو يتعامل معاها. وبعد كده intelligent threat identification. كرهتوا في كلاود كمبيوتر، انا عارف كنتوا كلهم جايين متخيلين انا هتكلم على كلاود كمبيوتنج كتكنولوجي جديده مبشره، لكن الحقيقه فعلا اتصدمت زي كده بالظبط. لا كلاود كمبيوتنج دي موضوع فيه مشاكل كتير جدا. Some of the same.
Yeah, but if you know that this 100 gigabytes of storage is shared between Pepsi and Coca-Cola. Yes, however, then it comes out to be like, it comes out to a service provider, and you ask them, in a way, you trust this. Yeah, you trust it. I would, afford that intranet. Okay. I would actually rather put it on the data storage. And I'm with you. يعني بس هو الجديد بقى اللي انا حاولت افهمه حاولت اشرحه لكم واكلكم مش عايز كنت طبعا نجاح صح الكلام ده ليه انا جعان عشان غديكم انا مش هاكل فول مش فول بقالي كده عمال رامي بيقول لي هو هيعمل حاجه فهي الفكره انه التكنولوجي بروميسنج جدا لكن زي ما قلت الستيت اوف ذا ارت بتاعت التكنولوجي رايت ناو از نوت سكيور انف فور ات ليست فور ذا كمباني نوت فور بيرسونال نوت فور ناس عاديه كلاينتس عاديه لكن فور ذا كمبانيز ناو في فلوس كتير جدا في التكنولوجي لسه ودي بقى كنت بحاول ان انا يعني ادرسها ودي حاجات في الريزلتس انا بتاعتها يعني في مشاكل كتير جدا في السكيورتي في كل اركتكشر. First of all, I want to first need to applaud this topic. Say مثلا
ان الداتا بتاعتك دي كانت في الصين وصلت الصين. لو الجفرمنت بتاع الصين انت لو انت عامل انفراستراكشر يو دينت سكيور ذا انفراستراكشر يور سيلف، لو الجفرمنت بتاع الصين قدرت تهاك السيرفر بتاع امازون في الصين وقدرت تهاك السيرفرز دي انت تشوف الداتا بتاعتك مسكوت. عشان كده اتس يور اون ريسبونسبيلتي تو دو ذات. زي مثلا انك انت يبقى عندك حاجه مثلا زي حاجه عندك جوجل بوكس مثلا وتابلود انفورميشن عن ناس كبيره في الجامعه مثلا على سبيل المثال. لو حد قدر يخش هيشوف الكلام ده، يبقى الكلام ده اتس اون ريسبونسبيلتي. انت اللي عملت ابلودنج للداتا ديسكلوز، هو مش انا بقول لك انه في ليجل ايشو كبيره جدا في الكلاود كوميونتي الايام دي، لان في قواضي بتترفع كتيره بيحصل فيها مشاكل. في شركه بس كبيره زي امازون وجوجل فاتحين سيرفيس زي كده، هم اكيد شبه متاكدين ان كده هيحصل مشاكل في الموضوع ده. ما هو ده اللي بيحصل فعلا، بس هي الفكره كلها ان هم يعني هقول لك اي تكنولوجي في الدنيا لما بتقول لك حاجه ال اتش تي بي سيرفر، هل احنا فكرنا نسكيور ال اتش تي بي سيرفر الاول ونزلناه، ولا نزلنا ال اتش تي بي سيرفر حصلت مصايب وهاكينج والدنيا بهدلت وبعد كده بدانا ندور على سكيورتي؟ انا كشركه برضه انا ككلاود بروفايدر عمري ما هقدر اسكيور سيرفيس الا لما اشوف فعلا السيرفيس دي بشكل عامل ازاي. عشان كده السجشنز لاي كومباني ما تروحش للكلاود كومبيوتنج سيناريو الا اذا بعد ما التكنولوجيا يحصل لها ايفولوشن بشكل معين او يحصل لها ساتوريشن بشكل معين على السكيورتي ليفل. يعني اتس ا بزنس بروبلم، اتس نوت ا جيمر بروبلم خالص. اسئله ثانيه؟